يقوم المركز بإرسال التقارير إلى معهد ناصر ليتم عرضه على لجنة مختصة. بعد ذلك يتم إبلاغ المريض أو الجهة الممثلة للمريض بقبول أو رفض التقرير. في حالة القبول المبدئي مرحبا بكم في فيديو جديد. نتحدث اليوم عن تعديلات الإجراءات المصرية لليمنيين والأجانب والتي تم الإعلان عنها يوم 29 أغسطس 2023، ونستهدف اليمنيين وغيرهم، حيث أن بعض الإجراءات مشتركة على جميع الأجانب في بعض النقاط. أولا، تم تعديل الإجراءات الخاصة بالمرضى اليمنيين الذين يرغبون في السفر إلى مصر لتلقي العلاج. يجب أن يصدر التقرير الطبي الخاص بالمريض من إحدى المستشفيات التالية في اليمن: 1. مستشفى الثورة في صنعاء. 2. مستشفى الجمهورية في عدن. بعد ذلك يتم إرسال التقرير إلى مكتب أمانة المراكز الطبية المتخصصة في مطار القاهرة. يقوم المركز بإرسال التقارير إلى معهد ناصر ليتم عرضه على لجنة مختصة. بعد ذلك يتم إبلاغ المريض أو الجهة الممثلة للمريض بقبول أو رفض التقرير. في حالة القبول المبدئي يشترط إرسال مبلغ بالدولار أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية إلى حساب وزارة الصحة والسكان في البنك المركزي، وذلك كتكلفة للخدمة الطبية. بعد ذلك يتم إصدار باركود من أمانة المراكز الطبية في مطار القاهرة للمريض أو الممثل عنه. يمكن للمريض استخدام الباركود عند وصوله إلى مصر، ويسمح للمرافق بمرافقته وفقا للحالة الطبية المحددة في التقرير بشرط إضافة المرافق بالتقرير. ثانيا، يتم منح القادمين من دول خارج اليمن مثل دول الخليج وأوروبا وأمريكا وكندا بعض التسهيلات مثل تأشيرة الوصول عند وصولهم إلى مطار القاهرة، إلى جانب الإجراءات السابقة المطبقة لبعض الحالات مثل الفيزا والموافقة الأمنية. يمكن العثور على جميع هذه المعلومات في مقال تأشيرة دخول مصر لليمنيين، وهنسجلها فيديو قريبا إن شاء الله. ثالثا، عادت مصر إلى منح اليمنيين إقامة لمدة 6 شهور وبعض الأجانب كما كانت عليه في السابق، ومع ذلك صالحة لمرة واحدة فقط ولا تجدد مرة أخرى، ويجب ختم الجواز خلال 7 أيام من وصول الشخص إلى مصر، وذلك في جوازات العباسية. قريبا سيتم شرح كل التفاصيل في فيديو جديد بالنسبة لدخول مصر والتأشيرة عند الوصول. هذه المعلومات مشتركة لجميع الأجانب سواء يمنيين، سوريين، سودانيين وغيرهم. قبل أن نكمل الفيديو، يرجى دعمنا من خلال إعطاء الفيديو إعجابا والاشتراك في القناة، كما يمكنكم ترك تعليق تشجيعا على الاستمرار. رابعا، يجب أن تتم جميع المعاملات المالية المتعلقة بالإقامة وجوازات العباسية بالدولار أو ما يعادلها من عملات أجنبية، ويشترط تقديم إثبات على تحويل هذه الأموال من أحد البنوك أو المكاتب الصرافة المعتمدة. خامسا، بالنسبة لمن دخل مصر بطريقة غير شرعية أو لا يمتلك أوراقا ثبوتية، ينطبق عليه الآتي: توفير مستضيف مصري، دفع مبلغ $1000 للمعاملات، إصلاح الوضع القانوني خلال 3 شهور من تاريخ إصدار القرار. سادسا، يمكن تقديم طلب لجوء في مصر، وشرحنا إقامة اللجوء واللجوء في مقالة كاملة، وتجد تفاصيل إقامة اللجوء داخل المقالة. في الختام، هذه أهم التعديلات في إجراءات الإقامة المصرية على جميع الأجانب والتي تم الإعلان عنها في يوم 29 أغسطس 2023. نأمل أن تكون هذه المعلومات مفيدة لكم. ملاحظة: يجب حجز تذكرة على مصر للطيران للسفر إلى مصر. تجدون رابط المقالة المستخدمة في فيديو اليوم في التعليق المثبت. كان معكم ماهر اليماني من موقع اليماني.